شو رزا؟ كيف صارت؟ منيحة ماشي حالة، نامي معظم الوقت. فيني شوفها؟ ايه طبعا تفضل. يا زياد يا حبيبي، يعني واضح منيح انه صلاح ما له علاقه بهالقصه بنوب. بقى انت ليش محملها كل هالقد؟ ما بعرف هيك اخي مراء العمى. لك العمى، انا رفيقه وشافني بهي الحاله والناس متهميني ويمكن ينتقموا مني، وهو مصاحب لهديك وساكت. ايشو كان بده يعني ينتل؟ هو بيعرف الحقيقه يعني؟ زياد، انا الشغله الوحيده اللي بعرفها انه هو ما ارتبط بهالمخلوقه الا بعد ما قلعها جوزها من البيت، يعني ما له اي علاقه بالقصص اللي من قبل. ايه يعني، بس هو كان كتير مروق اذا بترمى التهمه على غيره. لا حول ولا قوه الا بالله. بقول له تور بيقول لي احلبه. خلصنا بقى اخي، خلصنا. انا متضايق من هاي القصه، انت شو لك عندي؟ حل عني اخي. رح حل عنك، بس بالاخير لازم تعرف منيح انه نحن بنضلنا جيران ومثل الاخوه. اساسا هي اللي انا متضايق منها، قصه مثل الاخوه. يا سيدي انتم بحياتكم ما عملتوني مثل الاخ، دائما في بيناتكم اسرار وبتتوتوتوا عن ناعم، انت وياه وهداك الثالث اللي ما انا معروف قريت ابوه من وين. لا وشو عامل لك امجد لحتى عم تحكي عليه بهي الطريقه؟ وشبك ليش تضايقت؟ بينت معك قريت ابوه من وين؟ عن اذنك يلا معك. كيفك؟ هلا صرت منيح. اختي هاي حقها 13,000 بس؟ اي والله هيك الاسعار. عن اذنك ثانية واحدة بس. تعال لك عاوزك بكلمتين. شرف فوت. يلا السلام عليكم. طيب ماشي، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. خير؟ وشو بك عم تتنتور فيني؟ ماني عدوك، لا تحكي معي بهالطريقه. والله صاحب عدوي غلطان كثير، وانا رح اعطيك الدليل. هاد لنشوف. سمعنا. بدك الصراحة؟ أنت مبارح قلت له لصلاح أنك بتعرف أهلها وناسها وحباشاتها، بس شكلك مو عارفان شي، عم تحكي هيك بس لحتى تخوفه. لا وحياتك، عارفان كل شي. طيب يا سيدي عارفان، وأنا رح أقول لك هالكلمتين، إذا بتعرفهم انساهم، وإذا ما بتعرفهم يمكن يفيدوك. أنا رح أعطيك عنوان جوزة بالتفصيل. جوزة؟ طلعت متجوزة كمان؟ هو بتقلي عرفان. السلام عليكم. على المحل مالك دخلي نادير. اوف لا اصحك تكون انصدمت، يستر على عرضك. لا تاخذني يا دعست لك على طرف مالي منتبه او شيء، يعني جايب الصور بدك تهددني وجاي تدخل على محلي؟ لاهلك صلاح، هلا من كل عقلك عم تحكي؟ انا ممكن اغدر فيك وورجي الصوره لحدا؟ لك سرك كبير. على العموم هلا خلينا نحن نقعد نحكي ببيعة البيت ومثل ما بدك بصير. على المحل مالك فوتي، ولعلمك كمان مو صلاح اللي بيجي بالتهديد، والبيت ما حبيعه بالسعر اللي انت جايبه. الصورة اللي عم تهددني فيها بلا وشراب ميتها، وبدي اعطيك نصيحة اخوية، انت وعم تبلى للصورة مشان تشرب ميتها دير بالك على الموبايل لانه بيكمطك على المي.
إذا كمطك على المي رح يضربوا في وزاتك وتصير مضطر تشتري موبايل جديد. أنت مضروبة ميزانيتك فما حتستفاد من بيعة البيت، أنت الخسران. وجب شو عليك لك صلاة؟ شو عليك؟ الرقة ما بدك، بس ما تقول إنه أنا ما عملت بأصلي. أنا جيت من الأول وحذرتك على العموم. أنت بدك يا حرب إيه؟ القى إذا بتلقى. سلام سلام. كيف صارت؟ منيحة أحسن. جزام ما بعرف شو بدي ولا بعرف شو الطريقة اللي ممكن تشكرك فيها، بس إنه تاخد على المستشفى. لا جزام لا، مستحيل. اعتبرهم دين لبين ما تخلصوا من هالمشكلة. منك انت بالذات؟ لا مني انا بالذات. ايه سنين انا عم احلم تجي هاي اللحظه واقدر انتقم منك. بدك تحرمني منها وهيك بتكوني عم تنتقمي؟ بعد ما خربت لي حياتي يمكن احسن طريقه انتقم منك اني ساعدك لتظبط حياتك. طريقه غريبه ممكن، بس صدقني أنا هيك بكون منيحة. على القليلة ما بكون خربت حياتي على الفاضي. منو هاي شنتاية صرماية؟ على شو عم تدوروا؟ فوت دور عليها وخلصني. احكي وينها؟ لك منو هاي؟ المرة هاي وينها؟ شو بتقول لها انت؟ مرتي جوزة. وهاد؟ اخوها. يقول له لأخوها يخف علينا شوي رح يخنقنا. خلينا نعرف نحكي كلمتين مع بعض بعدين. ليك شلون كيف تشبيع عم ترزق؟ ترى انا محضر حالي اذا كنت تزعلني تعملوا زعلني. تمام تمام انت وياه. حاول نحكي كلمتين على رواق احسن من كل هالعي. عم تفهم؟ عم تفهم؟ شرفوا هاي المرة اللي عم تسألوا عنها. هلا ما بعرف وين مطرحها منو. لا تعمل لي تسق، خليني احكي. اسمعي يا محترم، القصة من الألف إلى الياء على الشكل التالي. بهديك الليلة يوم قلعتها من عندك وهربت، أنا كنت بالصدفة عم بمشي ناحية البناية، شفتها نازلة وخايفة ومتلبكة. كان في شلة زعران حاولوا يلحقوها ويتغالظوا عليها. دخلت أنا ببيناتهم مشان خلصها منه. لما راحوا الزعران مسكتها قلت لها شبك يا بنت الحلال شو قصتي؟ كانت بتلبك المسكينة وما عرفت تحكي كلمتين ثلاثة على بعضهم. قلت لها تعي لقلك أنا عندي شقفة بيت فاضي أنا مالي عم بستعمله، شو رأيي؟ وافقت المخلوقة، جبتها على البيت لهون ورحت أنا نمت ببيت أهلي. صرت شقر عليها كل يومين ثلاثة شوف طلباتها شوف أغراضها. بعد فترة توفى والدي، تخانقت أنا ومرته، تركت البيت رحت قعدت شي يومين ثلاثة بالأوتيل.
الظاهر حست حالها عبء علي، جيت لحتى شقر عليها بعد يومين ثلاثة ما لقيتها، ما طلعت هون. أخي هاي القصة من طقطق للسلام عليكم. بدها يعني فايتين لي شغل عصابات على بيوت العالم؟ هيك واحد بفوت على بيوت الناس؟ هلا بدك تعلمنا الأصول؟ شو بنبي هالأكل هواها؟ اسمع يا أبضاي، أنا هاي القصة اللي حكيت لك يا هي القصة المضبوطة، إذا عندكم أي سؤال مستعد رد عليه، بس بتحكي بأدبك معي، لأنه أنا مالي طايقكم من الفوت اللي فتوها علي. أنا زلمة خلاقي ضيقة، ما في داعي أطلع عن طوري، لأنه إذا بطلع عن طوري ترى ما بتعرف شو بصيرها، وأحسن لك ما تعرف شو بصير، فبلا ما تجربها. ماشي؟ اسمع يا أخ، قال مجنون يحكي وعقل يسمع. شلون بدك أنا نصدق هالحكي؟ ليش يعني؟ أنا والله شايف القصة ظريفة. شو ثغرات عندك يعني؟ أول من وين لوين؟ شو بتكن لك أنت لحتى تصرف عليها؟ أيوة فهمت عليك. لوب على قناة تانية، شي تاني. لا لا جاوب على أول شي بالأول. أخي ما حيعجبك الجواب، عطيني شي تاني. لا لا بيعجبني، تفضل قول. هيا محترم، في شي بالدنيا اسمه رجولة، شهامة. بس بالظاهر هي الشغلات لسه ما وصلت لعندكم، نيو كوليكشن يعني. أنا شفتها على الإنترنت، عرفت شلون؟ عود. أنت قلت لي بدك تسمعهم، قلت لك ما عاد حب الرد. ماشي؟ هات شي تاني. تاني شي يا تبع الشهامة. وحدة خاينة جوزها، الشهامة بتقلك إنه تخبيها؟ والله معك حق، عن جد زركتني هيك، فتح عريشك قلبتني قد الكمشة، ما عاد لي عين حط عيني بعينك. لكن الشهامة بتقلك إنه روح سلمك يا مشان تقتلها؟ هاي الشهامة بنظرها؟ اسمع عمي، أنا هاي المخلوقة ما بعرف عنها شي ولا دخلت بخصوصياتها. أنا كل شي بعرفه عنها إنه هي مرة وحدانية وهربانة. مرة وحدانية وهربانة من بيت جوزها، وهلا عرفت انها خاينة جوزها، بدك تقنعني انه عدتوا بهذا البيت وما صار بيناتكم شيء؟ والله حبك تصدقها لو سهلة، ما حبك انت حر، بس هذا اللي صار. بس هي الصورة بتقول غير هيك، مو هيك. ارجيني شو؟ هي الصورة؟ بهي الصورة كانت مضطرة تروح تسهر، وعدت انا اروح جيبها، فعلا رحت جبتها، نحن وداخلين على البناية، تفشكلت اجت رح توقع على الأرض، عام سندتها. ضحكنا ضحك يوميتا، المهم وصلت على البيت وتيسرت. هلا بدك انا نسدي هالاكله هو هذا؟ قوم عمي، قوم دلني وين كانت سهرانه. يعني لازم قوم حتى دلها؟ ما خرج دلك انا وقاعد مثلا؟ ان شاء الله مفكرني خايف منك ولا منه. انا لك عمي، اسمع، هاي المخلوقه وديناها على ساحه باب توما وجبناها من ساحه باب توما منيح. طيب هي ومين كانت سهرانه؟ ما شفت جنس مخلوق معه. انا هاي المخلوقه وديتها على الساحه واستلمتها من الساحه. وقت أخذتها من الساحة شفتها نازلة من شارع اسمه الإشلي، أخذتها من هنيك وجبتها على البيت. لا تقعد تخبط لي أخماسك وبأسداسه، ما علوة. أخي هي القصة اللي حكيت لكم إياها هي المضبوطة، عجبكم تسدوا أهلا وسهلا، ما عجبكم اصطفلوا أنتوا الاثنين. بس أنا اللي بدي لكم إياه وبرحمة أبي تحت ترابه، إنه أنا ما بعرف مطرح على هي المخلوقة. نحن حنمشي هلا، بس إذا اعتذرنا شيء رح نرجع نستفسر عنه، فهمت؟ يلا خذوا الباب بطريقكم أنتوا الاثنين. يلا شبكم عم تتصفنوا؟ عصابة ودخلت لعندي على البيت، بعمركم شفتوا واحد عم ودع عصابة هي وطالعة يعني؟ لك امشي يا شو بدنا بهيك شكيلات، امشي. وينك انت تستفسر؟ دخيل شكيلاتك مع احلاك. امشي أنا ما صدقت ولا حرف من اللي قالوا. المشكلة ما عندنا شيء نمسكوا عليه غير هالصورة، وابن الحرام كل شيء له عنده تفسير. إيه بس أكيد كذاب. شو بدنا نعمل هلا؟ أحسن شيء نراقبه. إذا كان فعلاً بيعرف مطرحها رح نوصل له عن طريقه. إيه منراقبه. ليش لا؟ راقبه أنت. أنا؟ لكان أنا؟ أنا ما بقدر. أنا عندي شغل. بعدين أنت عندك كثير موظفين بالشركة، بعت لك شيء موظف. بالله شو؟ لحظة لحظة. أول شيء الشركة مو لإلي، لصهري. تانيا الموظفين اللي عندنا بالشركة موظفين عاديين مو مخبرين سريين. يا بلاها المسخرة بلاها. هلا أهم شيء عرفنا اللي كانت مصاحبته وإنه انقتل، الحمد لله الله كبير. يا لطيف، شو فكرتك رجال واتهموك إنه أنت اللي قاتله؟ كبرت بعيني يا رجل. بس قوم انزل لنا لعبة. ما هي أنا عم تحكي هيك؟ لك قوم انزل لنا لعبة. شو عليه؟ إذا ما بندمك ما بيكون اسمي وسام. لكن ايه عليها، ما بقى علينا غير أصابع رجلينا. مورين بيحكي اضرب بكسمك على أشكالة.
طيب ليش كل هالتعقيد؟ يعني ليش لحتى الناس تفكر اني كسرت لها كلمتها او حتى جرحتها؟ ما بعرف حبيبتي، انا حسيت انه هيك بتكون مرتاحه اكثر. يعني اذا حدا حكى من عمومك او اخوالك بتقلهم انا ما كنت موافقه والبنت تصرفت من عندها. والله كنت مفكرتها اقوى من هيك. لا تلوميها يا بنتي، اسأليني إلي. المرأة وقت اللي بتترمل بيصير المجتمع كله مفتح عيونه منيح منشان يشوف كيف بدها تتصرف مع الولاد. بيصير الشاطر اللي بده ينتقد، الشاطر اللي بده يقدم مواعظ. لو كان أبوكي الله يرحمه عايش وهو اللي قال لا أنا بشارتك، كانت رح تقنعه يقول إيه. يعني هلأ من دون الرجال ما فيها تاخد قرار أو تكون قوية؟ أهلين بميس الثانية. لأنه ميس هلكتني بنقاشات الرجل والمرأة وحرية المرأة وكرامة المرأة والقصص. هلا برأيك نحن أنا وميس غلط؟ لا مو غلط، بس أنا ما بحب إنه يروح الموضوع باتجاه التحدي. ما عم بحكي عنك طبعا، عم بحكي عن ميس. يعني ما بحب إنه تفكر بالرجل على إنه هو خصم، لأنه بالحقيقة نحن بحاجة للرجل وهو بحاجة إلنا. يعني أصلاً ما لازم تصير القصة كأنها معركة ومفتوحة. طيب على كل حال أنا رح ضلني راهن إنه هي رح ترجع قوية بالوقت اللي مخططين فيه نتزوج. رح ضلني أشتغل على هذا الشيء. بس عن جد أنت فظيعة، شو هالقلب البارد اللي عليك يا زلمة؟ لك خيو زيارة متوقعة، يعني ما فاجأتني منه. أصلاً أنا كنت محضر حالي. بعدين في شغلة تانية، هدول جوزة وأخوها اثنيناتهم علاكين أكثر من بعض. يعني لا بإنفعالاتهم ولا بطريقة حكيهم مبين إنه هن فعلاً جايين يدوروا على ربا. بالظاهر هدول خجلوا بعض لحتى وصلوا لعندي. يعني لو واحد بيناتهم هو اللي عرف كان نام على الموضوع. مشان هيك هن مضطرين يعملوا هيك قدام بعض. شو غريبة هالشغلة؟ أنو شغلة؟ يلي عم بيقوله صلاح انه هن الاثنين جايين وكل واحد مخجل الثاني او خجلان من رفقاته مثلا او عيلته. ايه مزبوط، وانا بعرف قصص كتير مثل هي. يعني بتلاقي خوف الواحد من المجتمع وكلام الناس والقيل والقال، هيك بيخلوه يساوي شغلات يعني مو حابب يساويها. قليل قديش صلاح تعذب لما كانت ربع عنده. انه هي وعندي كانت عم تعذبني، وبعد ما هربت كمان عم تعذبني. لا تقلبوا لي اياها مناحة، عادي يعني. يلا كلوا لشوف، كلوا صحتين وهنا. يا سيدي عن جد انت واحد فظيع. يعني ما بعرف هيك شلون تقدر تقلب الامور بهالطريقة هي. يعني انه من قمة التعاسة واليأس بتقدر تعمل حفلة وتغني وترقص فيها كمان. الله وكيلك، هذا مو مشاني، هذا مشان اختي وصالح. طيب بعرف قديش هي خايفه علي واكلين. انا بيني وبينك ما عاد كثير مهتم، على الاقل هلا. هلا يمكن يجي يوم واهتم، يجي يوم اهتم اعرف وينها، يجي يوم حط عيني بعينها واسال ليش هيك ساوت معي. صدقني ما بدي اكثر من هيك، بس مو هلا. مو هلا لاني خايف يكونوا هدول الكلاب لاحقيني وعم يراقبوني مشان يعرفوا وين طريقه. كل هالقد خايف عليها يا صلاح؟ ما بعرف، ما بعرف جهاد. يعني هي الوحيدة اللي كسرتني. أنا اللي كنت أقول إنه ما في وحدة بالدنيا ممكن تخوني، وكنت أتحدى، كنت أتحدى إنه حدا يفكر يخونها. طيب يعني شو عرفك إنه عم تخونك؟ شو عرفني؟ وينها؟ مع مين بتكون هلا؟ ليش؟ ولك يا رجل، لك يا رجل، لو ما كانت إنسانة سيئة ما كانت عملت هذا الشيء معي. ومن جهة تانية في شيء جواتي بيقول لي إنه لما بدي واجهها وحط عيني بعينها وأسأل ليش هيك عملتي رح بيكون عندها تفسير. يعني مثل شو؟ ما بعرف. يا ريت لو بعرف كنت ارتحت.
شو وين رايح؟ شو قال؟ عم يقول لي نادر ما كان بيعرف عنوان زوجها روبا واهلها وحضرتك دليته. وانت كيف تدخل علي بهالطريقه هي؟ رد على قد السؤال. حبيبي انا ما شفته لهذا البطيخ تبعك من وقت ما كنا عندك بالمحل. كذاب كذاب، كان عندك هون بالمحل قبل ما يجي لعندي. وانت شو لك عندي؟ لك اخي اصلا هو كان بيعرف. هو كان بيعرف؟ لك تفو عليك. اطلع. لك انت شو عم تحكي؟ لك صلاح نادر خبرك؟ لك لا خبرني ولا شيء، من وقت ما شفته لنادر طالع من عنده لهذا الواطي من المحل، عرفت انه هذا اللي صار. ما سمعته لنادر شو قال عندي بالمحل؟ عرفناها للمرأة، عرفنا ناسها وحباشاتها، ما استرجى يقول زوجها وأهلها، لأنه ما له متأكد إذا عندها زوج أو أهل، فمعناتها هو ما بيعرف شيء، عم يبيعنا حكي بيع. وهشام شافه الصبح طالع من عند زياد، وأنا الجماعة أجوا زاروني بالليل. العمى شو واطي؟ سيدي، بكل الأحوال شغلة مالها غريبة عليه. تعرف؟ باليوم اللي عرف فيه إني رايح أتقدم لخطبة أختك وصال، يا أخي ما بعرف، في شيء هيك جواتي انكسر تجاهه لهذا المخلوق. شو عمل معك؟ ما حكيت لي؟ لا ما في شيء، هيك شغله فاضي ما بينحكى فيها. يعني وكانه عم بيقول لي انه ما لقيت غير وصال. العمى بقلبه ما احقر له. لك خلص انسالي، يا شو بدك فيه بقى؟ اقطع له كرت. ماشي سلام. الله معه. ليش ما خليتهم يشوفوا بغرفة النوم؟ وليش برأيك يعني؟ مالك شايف عبير ملقح على التخت؟ إيه كان بتقوم دقيقتين، ولا أنت بدك تهربهم ومو عارفين كيف؟ عمي لو بدي هربهم ما كنت جبتهم من الأساس يشوفوا البيت.
لك على كيفك، لأنه أنت عم تدفع الآجر. على كل حال حط ببالك إذا مو هنن غيرهم، وإذا مو غيرهم ما حدا، ولا أنت ولا هي إلكن قاعدة بهالبيت طالما ما في حبل. فهمت علي؟ لولو حبيبتي تقبري قلبي، الله يوفقك روقي. حاسس لي روقي كيف بدي روق في أبشع من هيك موقف؟ يا حبيبتي ما في أبشع من هيك. طيب طب خلص، إذا بتفشي قلبك بالبكي ابكي يعني، بس أنا ما بدي هيك تنقهري. الله يوفقك. ولك أنا يصير معي هيك؟ أنا اللي كنت أقول عنه أنظف وأطيب شب بالعالم؟ لك أنا حبيتها من جوات قلبي، هي جزات، هي النتيجة. حرام عليك يا ليكي، العالم رح تطم علينا. الله يوفقك روقي شوي. ليكي احكي معه بس لا تفوتي عم تقاتلي دغري، تأكدي منه من الأول، فهمي الموضوع. ألو، مرحبا أمير، كيفك؟ ليك تتذكر نحن وقت كنا نقعد على المسنجر ويصير، فهمت علي يمكن ما؟ إيه مشان الصور اللي اخذتهم ابقى احذفهم. ايه لا تكذب علي يا امير، بعرف انك اخذت لي شويه صور، ويمكن اخذتهم خصوصي مشان تورجيهم لرائد. كيف ليك امير؟ انا ما يعني ما بعرف هلا شو بدي اقول لك، بس انا اطيب وانظف من هيك. يا حرام عليك، هيك بتعمل فيني؟ لا لا، وحياه اهلي وحياة كل شي غالي عندي. لك والله العظيم ما ورجيته ياهم. ايه بعرف انك انت ما ورجيته ياهم طبعا، لانه تزعلته. لك لا والله، والله مو لانه تزعلنا. ما بهمني هلا، المهم انك انت اخذت الصور وكنت بدك تورجيهم، بغض النظر شو اللي خلاك تبطل نيتك الطيبة ما بعرف شو، بس المهم انك انت فكرت بس لو للحظة. تعرف شو يعني اللحظة؟ ايه فكرت للحظة تعمل هيك بنا هلا. ماشي يا أمير، بس نوب ارميها من ايدك لشوف الويها. امي منشان الله، منشان الله تركيني بحالي. ها لا ما مو لازم تاخذني كفين، والله ارميها منك. ايه شوفي شوفي، قلت لك تركيني بحالي. ولا شوفي شوفي شو عم بيصير هون. تعال شوف ابنك مشرع سم الكراتي، مو هم واحد مع الخجل بنوب لعمه بقلبه. خلص ايه روقي شوي، تعي معي خبريني قليلي شو في شو صار؟ كله بسببك انت، لك على القليلة كان يخجل لما يتزرم هذا سم القاتولي وما يحسسنا انه عم ياخذ السيجارة، بس هلا شو استفدنا؟ ما عاد خجل بنوب؟ لك هو كان ناوي يبطله. هلا امتى حضرتك جبت له الدخان ورجع يدخن؟ شو استفدنا فهمني؟ لك مانك شايفتي قديش مقهور؟ افرضي منه مقهور، شاب بده يجرب، لو حتضلي تعملي معه هيك وتحكي معه بهذه الطريقة بحياة عمره ما رح يترك السيجارة من ايده. والله يا استاذ عمر طريقتك بالترباية أنا مو عاجبتني بنوب، بهذا الأسلوب الولد رح يضيع من إيدينا. هلأ ممكن نحكي بعقلانية. والله أنا ما بشبهك، مالي مثلك، الرواق هاد ما عندي إياه. خلاص لك تركيه شبي هالعمر، أنت لازم تكوني رايقة لحتى تعرفي تتعاملي مع المليون شيطان والمليون ملاك جواته، وقال لي تركي لي. لك أنا موجود بهذا البيت، أنا موجود هون.
شو؟ ما رضيت تحكي شيء. مصرة ما تروح على المدرسة بكرة؟ مصرة. يلا بركي شوي تاني بجرب فوت لعندها لفه من شيء. يا ربي. بدي احكي مع ام زياد. اكيد ميس بتعرف شيء. نزلوا سوا من هون. ماما استني شوي، سكري التليفون. هلا انا بفهم شو القصة. سكري التليفون. لعلمك هي الحادثة هي اللي رجعت لي لعقلي. لما وصلت بالحقارة لهون ما قدرت، قلت له لا، معناها لما راح أقدر أعمل هيك. هي رفيقتي وجارتي وحبيبتي، كسبيني ما قدرت. سامحيني نالا، لك والله راح موت، سامحيني. ليك أيمن، هلا الجو عنا بالبيت كتير مكركب، فماني رايقة لهيك جدل. الله يخليك لك، أنا ما القصة إني عم لحق عليك لحتى تيجي تطلبني. أساساً إذا القصة بترجع إلي وللي جواتي فما بحس إنه في شي مستعجل، بس المشكلة إنه ردك هو اللي بيقهر. طيب أخي، مثل ما قلت لك الجو عنا مكركب وما خرج أحكي، هلا بعدين بنحكي. يا حبيبي، بيروح وش مقلوب بيجي وش تاني بس كمان مقلوب. شو بقى اختك؟ شو بقى اختي؟ لك طلع لساني شعر يا رجل، وانا اقول لك شوف رزان تعبانه، وضع مو طبيعي، اقعد احكي معها شوف شو قصتها. بس انت اذن من طين واذن من عجين، ما عندك استعداد تفكر غير بحالك وادوارك ومسلسلاتك. لك لا يا فراس، هلا هذا اللي طلع معك؟ انت بتعرفني ما في حدا قدي بيهتم باللي حواليه، بس يا اخي ميادة ما بعرف شو صاير لها، في مشكلة بيني وبينه ما عم لاقي لها حل. فجأة هيك انقلبت وحدة نقاقة وما لها لا شغلة ولا عملي غيري. لا ايمن، هذا الحكي مو صحيح. انا عايش معك بنفس البيت وشايف في عيني. علاقتك بميادة من البداية كانت هيك، انت كنت فاضي وما عندك تصوير، مشان هيك ما كان عندك مانع بزياراتها. بس هلا رجعت على التصوير وصار الكل بده يشوف ايمن النجم ويحكي معه، وتحولت ميادة وحدة من هدول الكل. المشكلة مو عند ميادة، المشكلة فيك حبيبي، ولا تزعل مني لأنه بالفترة الأخيرة ما عادت مشكلة أبدا، عم تتحول لمرض. انتبه على حالك حبيبي. إيه نهلا، انت بتعرفي انه انا ما بحب كون لجوجة، بس هي اول مره بحياتي بشوفك هيك. يمكن ما بقى تشوفيني الا هيك. اوف،
ليش بقى؟ أنا روحي انكسرت يا نادي. شو هالحكي الكبير هذا؟ شو اللي كسر لك روحك؟ خلص تركيني لحالي. يعني ما بدك تقولي لي شيء؟ بكرة الأخبار الحالة بتوصلك. نعم؟ شو قصدك؟ ليك بدك توعديني إنه إذا حكيت لك ما بتجيبي سيرة لماما ولا لحدا. هلا يمكن الأخبار هيك هيك توصل، بس في حال ما وصلت ما بتحكي لحدا. تفضل. اجيت شوف إذا نمت. لك بابا الساعة صارت أكثر من الساعة 2، كيف بدك تفيق المدرسة بكرة؟ ماني رايح بكرة على المدرسة بابا. بابا إذا ناطر إلك شيء الليلة فأنا آسف، ما راح أقدر، على القليلة ليلة. طيب مثل ما بدك. أنت أحسن؟ أحسن بكتير. ماشي، صباح الخير. صباح الخير. لا تحسسني بمصيبتي أكثر ما لي حاسة فيه. شي مصيبة وحدة؟ لك هدول مصيبتين مصيبتين. شو هني؟ أول وحدة اللي أنت مشانا بكرة ما بدك تروحي على المدرسة، واللي مثل ما عم بتقولي بكرة لحال الأخبار بتوصل لعندكم. فهمتي علي؟ يعني إنه أنت هذا اللي شاغل بالك، ما ينعرف الموضوع بالمدرسة وما يوصل لأمك ولأهالي طلاب تانين طبعاً. ايه بس انا مو هاي المصيبة الوحيدة اللي براسي، الاهم من هذا كله صدمتي بامير. ولك شو التانية؟ اصل الموضوع نهلا، اصل الموضوع حتى لو ما حدا عرف، انتي لك انتي كيف بتساوي هيك؟ نادية مشان الله، كلياتنا نحن البنات عنا مشاعر، انتي مثلا حجر؟ هلا بدك تقنعيني انه بينك وبين امجد ما بتصير هاي الشغلات؟ هي مال مشكلتك. بعدين انت والبطيخ تبعك علاقتكم جدية مثل مو علاقتي جدية انا وامجاد. ايه بس هو طلع حقير. بعدين بنحكي بهالمصيبة هي. قولي لي لشوف، انت متأكدة انه امير ما ورش الصور لحدا؟ ايه متأكدة، لانه هداك هيك قال. انا ده ما في قدامكم غير حل واحد بس. شو هو؟ انكم تكذبوا وتنكروا لحقيه لأمير. إن شاء الله ما يكون حكى لحدا اللي له أصحك تعترفها. لازم تكذبوا، ما عندكم حل تاني. انت بتعرفي إميك إذا بتدرى شو بيصير فيها؟ بتعرفي ما هيك؟ بتصيري بنظرة مثل جارتك. إميك ما بدها يعني لا أنا ولا أنت نحكي مع أخواتها لجارتك، فكيف إذا طلعت لوحدة مثلها وقعدت لها بنص البيت وبتجلطيها لأمك؟ حرفياً بتجلطيها. هذا إذا ما طلعتك برات المدرسة وحبستك بالبيت. تاني مرة بحياتي بلاقي الحل الوحيد قدامي هو الكذب، كان بيصدي مع أمجد ولا بيصدك أنتي. بس ما في حل تاني. لحقي لأمير. ما بدي أحكي معه. بلا أكل هوا هلا. لحقي. بعدين خدي موقف بدك إياه. يلا. لحقي ميس كمان، ميس وأي حدا تاني بيعرف.